روسيا تبدأ حفلة الانتقام، وزلنسكي يدعو الغرب مستنجدا لإطفاء شموعها، والولايات المتحدة تحرج زلنسكي وترفض طلبه، بينما فرنسا وأستراليا تتورطان مع بوتين. كييف تعلن موعد معركة تحرير شبه جزيرة القرم، وبوتين يرحب ويقبل طلب المستشار الألماني. فما هو هذا الطلب؟ وأمريكا تجمع التحالفات وتدق طبول الحرب لمواجهة الصين، فهل تنجح هذه المرة؟ وواشنطن: سلاحنا النووي سيحمي كوريا الجنوبية واليابان. وزعيم كوريا الشمالية يرد: بايدن يماطل تركيا وأردوغان يهدد بقلب الطاولة. وفنلندا تمنع أفعال السويد على أراضيها، فهل كل ذلك لأجل التقرب للأتراك طمعا بعضوية الناتو؟ روسيا تقرع طبول الحرب. الحرب الروسية بدأت للتو، وما سبق ليس إلا مقبلات للدب الروسي. هنا يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت الانتقام الكبير وسط احتدام المعارك شرق البلاد. موسكو لم تتوقف عند هذا فحسب، حيث أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن بدء تدريبات مشتركة مع القوات الروسية تحضيرا لتدريبات أخرى ستجري في روسيا في سبتمبر. فما الذي يحضر له الروس يا ترى؟ الحرب تمضي كما خططت لها موسكو، وبعد تحذيرات الروس هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن بلاده لن تزود كييف بمقاتلات F-16. في المقابل لم يستبعد الرئيس الفرنسي ماكرون تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. جاء ذلك بعد أن تعهدت فرنسا وأستراليا بتزويد كييف بقذائف مدفعية. فما هو مصدر كل تلك الثقة التي جعلت فرنسا وأستراليا تقبلان طلب في الوقت الذي رفضت فيه أمريكا نفس الطلب؟ ربما يثق الرئيس الفرنسي بمعلومات المخابرات الأوكرانية التي قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يستخدم النووي حتى لو تمت استعادة القرم، لتعلن كييف أنها تطمح لاستعادة شبه جزيرة القرم بحلول الصيف. هناك طالبت أوكرانيا الدول الغربية ب200 طائرة عسكرية متعددة الأغراض لمواجهة الروس واستعادة ما خسروه من أراضي. ليأتي هنا أول المتجاوبين مع أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستتلقى 105 طائرات استطلاع بدون طيار إضافية من نوع فيكتور الألمانية، وبتمويل من حكومة برلين بهدف زيادة دعم القوات الأوكرانية. وبرغم موقف ألمانيا الداعم لأوكرانيا في الحرب وتزويد برلين لكييف بالدبابات، الكريملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء اتصالات مع أولاف شولتز. بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه من غير المجدي التحدث مع كييف بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات. وبالعودة إلى الحرب في أوكرانيا، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مناطق استراتيجية جديدة قرب أوغليدار، وأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 25 عسكريا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا خلال ساعات قليلة. وهو ما أكدته الاستخبارات البريطانية بأن القوات الروسية أحرزت تقدما طفيفا في دونيتسك، فيما تستمر القوات الموالية لروسيا بالتقدم ومحاولة اقتحام موقع اللواء 72 في محيط أوغليدار. ومن الخسائر الأوكرانية إلى التراجع البريطاني، وهنا الخسارة الحقيقية للإنجليز. فيوما ما كانت بريطانيا تحتل معظم دول العالم، وكان الجيش البريطاني يعتبر واحدا من الجيوش التي لا تقر، لكن وسائل إعلام نقلت أن جنرالا أمريكيا كبيرا أبلغ وزير الدفاع البريطاني بن والاس سرا بأن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية عالية المستوى. فأين ذهبت قوة جيش المملكة التي لا تغيب عنها الشمس؟ الصين تلعب بالأعصاب الأمريكية.
الطفرة الصينية التي تحققها في جميع المجالات يصاحبها تحركات أمريكية مع كل خطوة. هنا الولايات المتحدة تتفق مع اليابان وهولندا على تقييد عملية تصدير المواد المستخدمة في تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين. هذا الاتفاق يأتي ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لإبطاء التطور العسكري للصين عبر تقييد وصولها للتقنيات المتقدمة بحسب وول ستريت جورنال. الرد الصيني يأتي سريعا ولكنه يتعلق بالروس، حيث رفضت الصين اتهامات الولايات المتحدة لشركات صينية مملوكة للدولة بمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، مطالبة واشنطن بالتوقف عن إرسال أسلحة إذا كانت تريد إنهاء الصراع. لتعلن الخارجية الصينية أنها لن تصب الزيت على النار ولن تستغل الأزمة أبدا، مضيفة أن أمريكا هي التي بدأت أزمة أوكرانيا وهي العامل الأكبر في تأجيجها. بيونغ يانغ والتحالف مع بوتين. غاب كيم جونغ أون عن المشهد قليلا ليأخذ خصومه الفرصة ويعلنوا عن أنفسهم، لكن ماذا إن عاد المجنون للرد مرة أخرى؟ نعم يا سادة، هنا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقول إن واشنطن وسيول ستجريان تدريبات نظرية للردع النووي، حيث تتم مناقشة سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية. ليؤكد أوستن أن التحالف على أهبة الاستعداد، فعن أي استعداد يتحدث؟ الرد جاء أولا من الخارجية الروسية والتي أعلنت أن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية سيؤدي لعواقب سلبية، مؤكدة أن موسكو ستضطر لأخذ هذا السيناريو في تخطيطها الدفاعي بعين الاعتبار. وهنا يأتي رد كوريا الشمالية على الأمريكان، حيث انتقدت بيونغ يانغ لليوم الثاني على التوالي قرارا أمريكيا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، ووصفته بأنه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إطالة أمد وضع دولي غير مستقر، معتبرة أن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي شائعة لا أساس لها لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. الأحداث والتطورات. الإضرابات تتوسع ومظاهرات في عدد من المدن الفرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد، وهيئة السكك الحديدية تدخل خط الإضراب أيضا وتوقف القطارات والترام في عدد من المدن من باريس إلى نيس. كما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أنه سيتم إلغاء بعض رحلاتها. واشنطن تماطل في تسليم أنقرة مقاتلات F-35، وأردوغان يرد إن لم تلتزموا بوعودكم حول بيع F-35 وF-16 فعليكم دفع الثمن. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يؤكد التزام بلاده بأمن إسرائيل كما كان ذلك منذ 75 عاما. أما الجديد يا هذا غير أنكم تحمون قتلة الأطفال؟ وفقا للصحف الفنلندية فإن الشرطة لن تسمح بحرق الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم بالأماكن العامة. ففي أخبار أسندتها إلى وكالة الأنباء الفنلندية قال مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية إنه يعتبر حرق الكتب المقدسة جريمة يعاقب عليها القانون. أوكرانيا تتوعد بمعركة كبرى الهدف منها استعادة جزيرة القرم، وفي الطرف الآخر بوتين يتوعد بمعركة الانتقام الكبرى في الربيع. فهل يحل ربيع بوتين وتختفي شمس أوكرانيا، أم إنها مجرد تصريحات تقال اليوم لننساها غداً؟